بتكليف من السيد وزير الشباب والرياضة نتابع اليوم معكم الدورة الخامسة للسباق الدولي للمهاري اللي تنظمه الجمعية التونسية للسباق المهاري بلوز بمشاركة 10 دول. في الحقيقة نحب نثمن المجهود اللي تقوم به الجمعية هذه في إطار العناية بهذه الرياضة الأصيلة واللي تحافظ على التراث نتاعنا. سباق المهاري هو نوع من الرياضات اللي يدخل في الأهداف الاستراتيجية للوزارة، خاصة الرياضة في الطبيعة والرياضة والسياحة. إن شاء الله الدورة هذه تتطور في السنوات القادمة ونشوف عدد أكبر من الدول تشارك في هذه الدورة وكذلك عدد كبير من المشاركين. إن شاء الله نشوف مضمار خاص بهذه الرياضة في مدينة دوز، لأن مضمار خاص يمكن من تطوير هذه الرياضة، وإذا كان تحدث هذا المضمار إن شاء الله نخمه في أحداث مركز للنهوض بالرياضة يكون في شراكة ما بين القطاع العام والخاص، وهكذا يكون معناها الهدف نتاع المركز هذايا هو هدف لتدعيم الاستثمار في قطاع الرياضة وفي نفس الوقت لتطوير هذه الرياضة. اليوم احنا في إطار ندوة إقليمية حول قطاع الإبل بولاية الجنوب، الـ6 ولايات اللي تخص الجنوب التونسي في جانب إنتاج الحليب، هو بتنظيم مشترك ما بين ديوان تربية الماشي وجمعية سباقات المهاري بدوز، اللي نجم نقوله هذايا التعاون المشترك القديم اليوم الخامس دورة مشتركة مع بعضنا، واللي نجم نقوله نتعاون في اتجاه النهوض بالقطاع مع بعضنا. كذلك نجم نقوله أنه سنة 2016 تم وضع خطة وطنية للنهوض بقطاع الإبل باعتمادات جملية 16 مليون دينار، أساسا نقوله تهتم بكل الجوانب اللي تهم القطاع هذا، يعني جانب الإنتاج أكيد، ولكن زاد اهتمينا بالجانب الثقافي، الجانب السياحي والجانب الرياضي. وأنجزت أهم العناصر اللي تخص الخطة هذه، كذلك تم إسناد منح خصوصية للقطاع، أساسا نجم نقوله هو في إنتاج وتربية البكرات، المحافظة وتربية البكرات، هذا ب 700 دينار للبكرة. البكرة هي الناقة الصغيرة. كذلك بالنسبة لتسمين القعود حدود 75 دينار للرأس. هذه طبيعي جدا، احنا توا في إطار تقييم الخطة هذه، ولكن نجم نقول أنه أوليا عندنا تعداد القطيع بالنسبة للإبل ارتفع خلال السنوات هذه، وهذا نتيجة العناية والمجهود اللي بذل. كذلك ما نساوش أنه المربين اعتناوا برشا، ولاحظنا حتى الناس اللي في بعض الولايات نتاع الوسط أصبحت مشاهد مألوفة على المستوى الطريق في السباح، تعرفوا أنه الناقة كذلك تسمى النباتات المحية لجملة أهميتها، كذلك هذا ولات ملاحظة. أهم الإشكاليات الحالية هو فقدان الأعلاف، فقدان الأعلاف للمواشي الإبل خاصة، اللي بكل أسف في بعض جهات هي ما تأخذش حظها من الأعلاف على غرار الحيوانات الأخرى كالأبقار والخيول وما إلى ذلك والماعز والأغنام. الإبل ما قاعد مش قاعدة تأخذ حظها، خاصة في ولاية توزة ما عندهاش نصيب من الأعلاف، وهذا ما يثقل كاهل الفلاح ويخليه يعيش مشكل في تربية الإبل والعزوف على تربيتها، خاصة وأن معناتها توا تتطلب خاصة في السنوات الجفاف، هي لا بد من دعم لهذا القطاع حتى يتطور وحتى ينمو المحافظة عليه. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.